ساعد عمي انه كل حاجه تمام وخليه يحول فلوس من حسابه اللي برا مصر على رقم الحساب دي. حسابه اللي برا مصر؟ والله عشنا وشوفنا ولاد علام عندهم حساب برا مصر. الف مبروك يا سي علام على وصول البضاعه. الله يبارك فيك يا طاهر. يعني سمعت ان البضاعه وصلت بالسلامه، بس يعني ما شفتش ولا حته سلاح واحده في مخازن سدياب. ونخزنوها ليه في مخازن دياب واحنا عندنا مخازننا؟ براحتك يا سيدي الناس، براحتك. وبعدين انت ايه وسدياب ايه؟ ما انت واحد. وبعدين مخازن سدياب موجوده طالما هتدفعوا ارضيه. لا احنا مش هندفع ارضيه يا طاهر، قلت لك عندنا مخازننا. براحتك يا سيدي الناس، ايدك بقى على نسبه سدياب اللي متفقين عليها. دياب ملوش عندنا نسبه، دياب بيشتغل باجره نفر. ازاي الكلام ده؟ اذا كان سدياب هو السبب في كل الخير اللي انتوا فيه ده، ده كان زمان يا طاهر. لما دلوقتي احنا مش عايزينه واصل، يا اما يشتغل عندنا باجره نفر يا اما يبعد عنينا، ولو ركب دماغه هنبلغ عنه الحكومه ونخلصوا منه. يعني ده اخر كلام؟ اخر كلام، وبلغوا ده. ماشي ماشي يا سيد الناس، بالإذن. على السلامة يا طاهر. ألف سلامة عليك يا حبيبي. الله يسلمك يا ماما. الحمد لله على سلامتك. انت ليش عمر الشاي باين؟ انت ايه اللي جابك وانت تعبانة؟ ما انا لو ما كنتش كده اطمن عليك كنت هتعب اكتر. انا زي الفل، صاغ سليم قدامك يا ماما. الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله. عرفت مين اللي عمل فيه كده؟ عرفت، وحسابه معايا قرب قوي. لا يا حسام بلاش لو سمحت، احنا مش مستغنين عنك. ها والنبي يا حسام يا حبيبي، الناس دول ما يعرفوش ربنا. انا بقى هعرفه لهم يا ماما، ما تقلقيش، انا واخد على التعامل مع الاشكال دي كويس. طمنيني يا شاهين، حسام الصغير عامل ايه؟ كبر يا سيدي وبيسنن دلوقتي، وكمان ما بينيمنيش طول الليل. نفسي اشوفه. اوعدك المره الجايه انه هيكون معايا. لا لا بلاش تجيبيه زور هنا، خليه لما اخرج ان شاء الله ونشبع منه. ادعي لي بس يا حسام ان انت تخرج تلاقيه في حضني، لحسن زاهر مصر ياخده مني وما بيزهقش. لا اله الا الله يا بنتي، ما ترجعي له بقى وتريحينا وتريحي نفسك. قول لها يا ابني، قول لها ده انا لساني ناشف، على الاقل الواد يتربى في وسطيهم. مش هرجع له يا ماما، مش هرجع له يا حسام. انت حره، دي حياتك وانت حره فيها. طمني عليك، اخبار الشغل يا محمد؟ والله الحقيقه مش ولا بقى. في سلاح كتير قوي داخل البلد ومش عارفين مين وراه. انا عارف. عارف؟ اه عارف. تحب اقول لك مين؟ دياب البطاش يا محمد. مش شرط يا حسين. لا شرط، وانا متاكد من اللي بقوله لك، ولو تحب ادلك على اللي يسلمه لك ادلك. والله لو كلامك صح دلني عليه. في واد اسمه طاهر المصيري شغال في الاداره عندنا في البوفيه، متطوع. الواد ده انا كنت زارعه وسط البطاطش عشان يجيب لي اخبارهم اول باول. وازاي واد مهم زي ده شغال في الاداره ومحدش يعرف حاجه عنه؟ لانه كان عامل سر، محدش يعرف عنه حاجه. واول ما القضيه خلصت مهمته خلصت، وبعد اللي حصل لي طبعا محدش يعرف عنه حاجه. هو لسه شغال في بوفيه الاداره؟ هتلاقيه متلقح في البوفيه. انت متاكد انه عمي قال لك كده؟ واضح ان قلبه جمد وما بقاش محتاج لنا. بعد ما خلص على البضاعه اللي في مخازنك وكسب من وراها يامي. ما انا قلت لك من الاول يا سيد، عمك ده انا مش مطمن له. كنت عارف ومتاكد انه خسيس وهيستغل زنقتي. اه ابوي، لو اقدر اتحصل على الفلوس اللي بره مصر. ايه؟ هو انت يا سيدي الناس عندك فلوس بره مصر؟ فلوس كتير، تعبي فدادين بحالها. يا دين النبي، فدادين؟ تجي لها كام فدان كده؟ قول ما شاء الله. فايدتها ايه الفلوس وهي مش معايا؟ ماشي يا عمي، حسابك معايا جه وقته. اوف، صدوا نفسه يا عين امه. هو سندوتش ايه ده يا واد يا وهداء؟ ده جبنة وبسطرمة. جبنة وبسطرمة؟ ده ايه العك ده؟ اني عايز لانشون على بسطرمة. والله عنده حق يزعل سدياب، ده إلا اللي بيعملوا في بعضهم كده. دي
لا تقول قرف عيلة من التني. السلام عليكم. محمد بيه. طاهر المصري فين؟ استقال يا باشا، بقاله سنة وزيادة ما عادش بيجي هنا تاني. استقال؟ اه يا باشا استقال، أي خدمة؟ طاهر في شغله في مصر وما بيجيش الا في الاجازات. ما انا رحت له مصر قالوا لي مش هناك. تلاقيه في مهمه سريه، اصل طاهر بيها اخويا دي مسؤول كبير قوي قوي في الداخليه. لا والله. ايه امال ده الداخليه كلها بتعمل له الف حساب. لا والله. وما يقدروا يستغنوا عنه، ده لو غاب عنهم يوم واحد يلوصوا. وبعدين يا باشي انا تحت امر سيادتك، يعني لو عايز منه اي حاجه انا ممكن اتوسط لك عنه. لما يجي دي لوكارت ده خليه يكلمني ضروري. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد نجيب الهلالي ضابط شرطي. يا سرسوخي انا شكلي عكيت في الكلام وخبطت في الحيلة. وصلتني اخباريه بتؤكد ان في شحنه اسلحه جديده اتهربت من الخارج وجاري توزيعها داخل البلاد، والمطلوب منكم سرعه التحرك، ضبط الجناه، مصادره الشحنه. انا اجتمعت بيكم دلوقتي عشان اعرض خطتي، وبالتالي كل واحد فيكم هيعرف مهمته. محمد نجيب الهلالي ده اخو حسام بيه؟ معرفش، هو ساب لنا علوانه وقال انك لازم تكلمه عشان عايزك. يا ترى ده عايز ايه؟ معرفش. واني بسالك انت يا بهيمه؟ طب ما تكلمه يمكن تعرف. اكلمه؟ يا خبر بفلوس؟ بعد المكالمه يبقى ببلاش. قري يا ولي، قري من قدامي عشان اعرف اكلم الراجل. محمد بيه؟ أني طاهر المصطهي. إيوه أني قلت كده والله. طمني يا باشا، حسام بيه أخباره إيه؟ ربنا يفك سجنه. أني تحت أمرك. أني كده كده نازل مصر الصبح. طب خلاص، نتقابل هناك الساعة 6. سلام يا باشا. يا ترى عايز ايه دي؟ عايز اقبض على دياب. دياب؟ واني مالي ومال؟ اني من ساعة اللي حصل لحسام بيه واني ماليش اي دعوة بالشغلانة دي، سبته. يعني ايه يا طه؟ يعني خلاص يا سعادة الباشا، اني دلوقتي بشتغل شغلانة تانية. عايز اقبض على دياب. طب يا باشا يعني اديني شوية وقت وانا هعس، واي حاجة هعرفها حاجة اقولها لك. هتجيب لي المعلومات امتى؟ قول يا رب يا سعادة الباشا. اي معلومة تعرفها تيجي تقول لي على طول يا طه. اوامرك يا باشا. بقول لك ايه يا فوكس، فك من الكآبة اللي انت فيها دي، بهت علينا. الله، احنا كنا فرفوشي نعنوشي، بقي وقع مني مش عارف اضحك تاني. فيها يا جنرال بقى؟ نتحزم من راسلك فكها؟ دقيقة وهتعدى يا رجالة، ما تحملوش هم، ناموا انتوا ريحوا بس. مفيش حاجة اسمها نوم واحنا شايفينك كده، ننام ازاي يعني؟ بقول لك ايه؟ هفكك يعني هفكك، افكك منين؟ بقول لك ايه؟ اللي زعلك يزعلنا، واللي يفرحك يفرحنا، ولعله خير ان شاء الله. عندك حق لعله والله. يا رب لعله، يا رب يجي الخير. ربنا ما يحرمنيش منك يا رجالة. صحيح الناس معادي ما تعرفهاش الا لما تعاشرها. على راي المثل، تعرف فلانه يعرفه، عاشرته لا ما عاشرتوش تبقى ايه؟ ما تعرفوش. وانا عرفتكم، وحقكم عليا لو حد زعلان مني في حاجه. فك يا فوكس. حاضر يا ريان. يلا رجاله تصبحوا على خير، ريحوا. اعجل يا دياب، ده انا عمك اخو ابوك. لو كان ابويا عايش كان برد رصاص مسدس في راسك. ودلوقتي هي الوقت نبعتك انت وهو للاخر عشان تسلموا على ابويا واخويا جابر كمان. ما توديش نفسك في داهيه يا ديان. انا كده ولا انت رايح في داهيه؟ وما تنسوش هي اللي واخد حقنا بالاعدام. انتهت على روحكم. انتهت على روحك يا ديان. حد كده؟
اخرتك هتبقى الليلة ولا يدري. اجل يا تمام، بلاش اقتل ابوك واخوك قدام عينيك. قبل ما تعمل كده اكون طحك بالنار وفرت الدنيا غدي ونسلم جدتك الحكومة واكرموني كمان. ايه مسلاحك يا دياب وخلينا نتفاهموا بالاداب. هجر هجر يا عمي، وانتوا اللي عم تقتلوني لحمة المنعد. هاجر يا ود اخوي، دلوك دلوك افتكرتني ود اخوك. القرابة حاجة وشغل حاجة ثانية يا ود منصور، وانتوا أول من شرع العرف ده، انت وابوك واخوك، فاكر؟ ولا نسيتوا كنتوا بتعملونا كيف؟ طول عمرنا طول عمرنا بنعاملكم أولاد عمنا. انتوا ما كنتوش بتعاملونا بأصله. احنا ما حصلناش عندكم أنفار حتى. اسمع يا دياب، لو قتلت واحد منينا مش هتلحق تقتل التاني، الباقي هيخلصوا عليك. خلينا نتفقوا مع بعض اتفاق جديد. قدامكش غير كده يا ولد اخوي، انت كده اللي خسران، ولو نزلت السلاح يمكن تكسب. نزل يا تمام مسدسك. وانت يا همام، كده عين العدل، عشان كده انا مش هقتلك. يكون في علمك يا ولد منصور، الماضي خلاص راح ودفن مع ابوك واخوك، ومن النهارده هكون في نظام جديد. لو عاوز تشتغل معانا هديك اجره نفر. كيف؟ كيف انا اللي بجيب البضاعه؟ مش واقفه عليك، في غيرك كتير يتمنوا يوردوا لنا بضاعه ولا الحوجه ليك. هو انت مش مقدر ضعفك ولا ايه؟ ولا عامل حساب لوضعنا الجديد اللي خلانا اقوى منك؟ هتعيش يا واد منصور، هنسيبك تعيش، بس اوعى تخرج عن طوعنا. لو حسينا انك بتلعب بديلك كده ولا كده هنبلغ عنك الحكومه، فاهم؟ حاضر يا عمي، حاضر يا عيال عمي. اول ما رتبوا لي العمليه هبلغكم. أشوف وشك بخير يا باشا. كفارة لعله، ولو إنك هتوحشنا صح. أنت اللي هتوحشني يا باشا، وربنا يفك سجنك قريب إن شاء الله. قادر يا كريم، ناوي تشتغل إيه لما تخرج؟ أي شغلانة قاسمها لي ربنا، إن شاء الله كومبارس في السيما. المهم إن أنا خرجت من هنا، وعايزك يا باشا تسامحنا على أي دقة ناقصة عملتها معاك. يسامحك يا لعله، والله العظيم يسامحك من قلبي. السلام يا زميلي. سلام يا بوب. سلام يا حبيبي، هحصلك. هتوحشنا لعلو، بس باذن الله خير ان شاء الله. لعلو، لولا ان انت حبساجي كنت اتمنى تبقى اخويا. هتوحشني. كلنا في الهوا سوا. لسه ما ماتش. كيف يعني؟ انت ما كانش حد خلصنا منيه وقف سجنه؟ وحياتك مرتين، مره فلت منيها والثانيه السلاح بدل ما يجي في قلبه صاب جنبه. والحل دلوقتي ادخل عليها في سجنه؟ اطمن، هنجربه مره ثالثه والثالثه ثابته. ثالثه ورابعة وعشرة كمان. اقتلوا يا بلغم، اقتلوا. انا قابلت طاهر ووعدني ان هو هيبلغني اي معلومه يعرفها عن دياب. ابوس ايدك يا محمد، انا مش هرتاح ولا يهدى لي بالي لما اشوف دياب ده متعلق في حبل المشنقه. متقلقش، طمني عليك، انت عامل ايه؟ زي ما انت شايف على حطه ايدك اهو، مستني الايام تعد واخلص. هانت، انا سبت لك فلوس في الامانات عشان لو عاوز تعمل اي حاجه بيها. لازم تعدي يا حسين. دياب دي ولدي مدارس وراحت عليه خلاص، وبقي عامل زي الشيخ شيخه في يدنا. كان منى عيني تخلصوا عليه، ليش لحكمك ما تترمل زي ما انا ترملت؟ لا يا نجيب، اهو دياب بالذات يا نجيب لازم يعيش. ليه؟ على راس ريشه اياك ولا اغلى من جابر جوزي؟ لا ده كلب ولا يسوى. بس انا افهمك يا نجيبه، دياب دي هو الوحيد اللي عارف طريق الراجل الكبير،
ومصالحنا في يده. وانت اطمني، اول ما نخلص من العمليه اللي جايه هنجيب عليها وطيها ونخلص منه. ايه ده؟ ربنا يطمنك يا بوي، خليك لي الباقي في حياتك يا دولار. شد حيلك يا دولار، ده امر ربنا اخويا والله. انا اللي موتها يا جماعه، انا اللي موتت امي. ما تقولش كده يا دولار، مامتك دلوقتي في حته احسن من هنا، مامتك في الملكوت مع ربنا. ده عمرها ولكل اجل كتاب. بس انا لو ما كنتش دخلت السجن ما كانتش ماتت بقهرتها عليا. وحد الله، انا كل اللي وجعني انها ماتت وهي زعلانه مني. دولار حافظ الفاتحة، حافظ الفاتحة، حافظ اقرا الفاتحة لأمك. ما تقوم يا دي يا وحدان تعمل لنا كوبايتين شاي. ماليش نفس. اعمل كوباية واحدة يا معفن. طاهر. ايوه يا سيد الناس. عاوزك تبلغ عمي اني كلمت الناس اللي برا وخلي يجهز نفسه العملية الجديدة، وتقول له يحول الفلوس على نفس الحساب اللي حول عليه قبل كده، لانه الشحن حتكون على وصوله ظرف ايام. الله اكبر، هو ده الكلام؟ خلينا بقى نرجع نشتغل زي زمان بدل قعدتنا اللي جايبنا الخسارة دي. وعاوزك تتصل على الحكومة وتقول لهم على مكان وزمان العملية، وتقول لهم انه دياب حيبقى في العملية كمان، ولما يسألوك عن اسمك تقول لهم فعل خير وتقفل السكة جوا، مفهوم؟ والنعمة الشريفة، أنا ما فاهم حاجة. كيف؟ يبلغوا عنك وعن بضاعتنا وعن رجالتنا كيف؟ أنا أقول لكم، عاوز الحكومة تكبس عليهم متلبسين، واللي بيفلت منيهم إحنا هنخلصوا عليه، وكده نكون ضربنا عصفورين بحجر. أول هام نخلص من عمي وعياله ومحدش يزحمنا في الشغل، وتاني هام محدش حيطلب تاره منيني، وتالت هام لازم الحكومة تعرف إنه دياب اتقتل في العملية دي. فاهم حاجة يا مصطفي؟ أيوة طبعًا. اتقتل وما اتقتلش، يعني نعملوا تمثيلية على الحكومة عشان نقفلوا صفحة دياب ونشتغلوا على نظافة. والله وقتلك على الطبطاب يا طاهر، وبكده تبقى رميت للنقيب محمد علام وولاده عظمة يعضعض فيه، ونفذت وعدك لدياب وثبت حسن نيتك في الناحيتين، ويخللنا الجو واني ودياب ومحدش يقاسمنا في لقمة عيشنا. ساهر. ايوه ماما. ابنك وحشني قوي ونفسي اشوفه. من سمعك بس يا ماما، انا كمان نفسي اخده في حضني واشبح منه. يا ابني اتصرف، اعمل اي حاجه، هاتوا منها، انت مش محامي وتفهم في القانون. يا ماما انا فاهم ان القانون ده هو اللي مسكتني. طب يا ابني ما تحاول تفهمني كده الحكايه دي. انا هفهمك يا بابا، مش هند دلوقتي من حقها انها تحتفظ بالمولود لحد ما يتم 15 سنه. ياه 15 سنه يا مين يعيش، يبقى انا عمري بقى ما هشوفه ابدا. لا يا ست، كل بعد الشر عليك. طب ما تحاول يا ابني تقعد انت وشهندة وتتفاهموا مع بعضيكوا، يمكن توصلوا لحل يريحك ويريحها. دي عنادية، ما ينفعش معاها تفاهم ابدا. بس انا بقى هعرف ازاي اجيبه بطريقتي. هو انت مش كلمت السكان بالذوق؟ وما رضيوش. بذمتك في حد عاقل هيسيب شقة زي دي اليومين دول؟ خلاص، يبقى مش هينفع معاهم الذوق. ساعتها بقى هم اللي جابوا نفسهم وقطعوا احسن من نحته. يعني ايه؟ مش فاهم. هفهمك، احنا بقى هنفضل وراهم لحد ما نزهقهم ونطهقهم ونطفشهم من هنا، تقطع عليهم الميه، ولما يلاقوا نفسهم خلاص هيموتوا جوه شققهم، هم اللي هيطفشوا ويقولوا حقي برقبتي، وهيبيعوا بالسعر اللي انت هتقول عليه. يعني لما اقطع الميه واقفل المحبس مش هيعرفوا يفتحوه تاني؟ محبس ايه اللي انت هتقفله وانت اللي هتفتحه؟ انا اقصد انك تجيب سباك هيحط في المواسير بلك واسمنت ويقفل الميه خالص. ساعتها بقى عايز لهم شهر عبال الميه ما ترجع، في
في الشهر ده هيعفنوا وينتنوا، ولو صلبطوا اكتر من كده اعتقد بقى ان هيموتوا جوه الشقق. الذكاء ده؟ طب ما احنا كده هننتن معاه. لا البركه فيك انت بقى، تقنع اختك ايمان انها تاخدنا الشهر ده عندها. ما لقيتيش غير ايمان؟ دي بتكره الكره العامه وما اظنش انها هتوافق. هتوافق لان مش هيهون عليها امها تنتن معانا. يا سلام، هتاخد ماما وتسيبنا انا وانت هنا يا حبيبتي ننتن مع بعض. لا ما احنا هنشبط في امك زي القراد، وهنخلي امك هي اللي تقنعها ان احنا نروح معاها. تفتكري بقى ايمان هتوافق؟ هتوافق؟ عيب عليك، انا لولا وفي كل حاجه بطلع الاولى. مالك يا سيديان؟ تعبان، تعبان قوي يا حكمت. ألف سلام عليك من أي تعب يا غالي. كل الدنيا ضدي، أنا واقف لحالي. ما تقولش كده، أنا معاك وفداك وبقولها لك من قلبي. كان نفسي لما يتولد ولدي وفتح عينيه يلقى ابوه واقف قدام، كان نفسي اربيه وسطيكم. عاوزين نعيشوا زي الناس يا حكمة. ده مقدر ومكتوب يا سيدي. ما اعرفش اعمل ايه. لازم الاقي حل. مش دياب اللي يبقى قليل حيله. قليل الحيلة؟ هو أنت لما تتدست من الحكومة تبقى قليل الحيلة؟ طب ده جوة، عشان اللي بيقع في يدهم بيبقى ضعيف بعد الشر عنيك. هو في ودودة بس ما قدرش حدد الأصوات. لما تشوفي بعناكي هتعرفي إنها بطالة. بطالة. يا حكمة، يا حكمة، افتحي يا حكمة. أيوة حاضر جاية. ها افتحي يا حكمة، افتحي. حاضر جاية. ها في ايه يا نجيب؟ مالك يا ولية بتخبطي عليا كده ليه زي المجانين؟ جني لما يركبك انت عاوزاني اخبط عليكي كافية يا بنت الاصول؟ ما تخبطيش عليا واصل، انت مالك ومالي؟ مالي ومالك؟ انت عاوزاني اعرف ان في راجل في اوضتك واسكت كمان؟ اخ راسي قطع لسانك. قطع لساني ماشي، وداني وهقطعها لك عشان ترتاحي. نجات قولي سمعتي؟ بصراحة كده يا حكمة انا سمعت صوت ودودة بينك وبين حد جوه. واه حطيتي رجعت؟ ده اللي حصل ومستنظر جوابك. لا حول ولا قوة الا بالله، كيف اجاب الراجل وانا على ذمة راجل يا ناس؟ ولدي نايم قدامكم اهو. قولي انت يا ست حكمة. ده صوت الراديو. في مسلسل اذاعي كنت متابعاه كل ليلة. بكفاياكي كدبات. خبرك ايه يا نجيبة؟ هملي حكمة في حالها. هو انت بالعافية عاوزاها تبقى خاينة؟ لوحدي. نجاة انطقي. بكفاياك يا عاد بقى يا نجيب، قالت لك انه الراجل وصدقتيها يا نجاة؟ وما صدقنيش ليه؟ عمري قلت حاجة وما طلعتش صح؟ الدور والبقعة اللي معجونة بمية الكذب واخرة المتمة تتعدي في شرفي. يا ابوي عليك يا نجيبة، انت كده طول عمري عتشك في خلقاتك. لكن لا لحد كده وكفاية. قسما عظما يا نجيبة يا بنت علام، لو اتكلمتي عليا بالطريقة دي تاني لكنت خاكي بالنار. جت نصيبة تشيلك ما تحطك. يلا اطلع بره، اطلع.
عليك يا شيخة، سيبيها في حالها عاد. هي حاصل تشكك بشرفها يا نجيبة؟ مش معقول كرهك لها يوصلك لكده، وبعدين ده موضوع يطير فيها رقاب. مش أنا اللي سمعت بس نجاة، قولي يا نجاة. آه وخاها عليك يا وكلا ناسك، ما قالت لك بتسمع حكاوة في الراديو؟ حكاوة؟ ماشي بكرة نقعد على الحيطة ونسمع الزيطة. ما كفاياكي سمع يا نجيبة من ورا الحيطان. اتقي ربنا يا نجيبة وهمليها عاد. سيب ام منصور في حالها. ماشي ماشي يا حبيبتي ماشي. بكرة الحقيقة تبان يا حبيبتي. اهو انت كده يا باشا عرفت مكان وزمان العملية. مش ناقص غير ان انتوا تقبضوا عليهم متلبسين ولاد الابلسة دول وتريحونا من شرهم. متأكد من المعلومات دي يا طاهر؟ الا متأكد يا باشا، ده اني طاهر البسطيهي اللي عمره بقى المعلومة وطلعت غلط. حتى اسأل حسام بيه ربنا يفك دقته. تعرف انك جدع يا طاهر؟ اشمعنى يا باشا؟ يعني عشان عرفت تجيب معلومات مهمة زي دي في وقت قصير زي ده. يا باشي هما مش بيقولوا الشرطة والشعب في خدمة الوطن؟ طبعا أهاني بقى في خدمة الشرطة والشعب والوطن في نفس ذات الوقت، يعني ثلاثة في واحد. يا للدرجة دي؟ يا باشي أنا مواطن صالح وعندي استعداد أودي نفسي في دهية عشان خاطر مصر. ومصر مش هتسيبك يا طاهر. ليه يا باشي وأنا عملت لها حاجة؟ سلام يا دولار. خد بالك من نفسك يا مون بيه. والميس يا مون بيه. نشوفك قريب، ادعيلنا. حبيبي. فديت عليا انا وانت ولا ايه؟ انت متأكد ان دياب هيكون حاضر في العملية دي؟ ايوه فانا متأكد. متأكد كمان من مكان وميعاد العملية، وكله موجود في الملف اللي قدام سعادتك. انا قريت الملف وخطتك عجبتني جدا يا محمد. ده مجهود عظيم، ولو معلوماتك كلها صح وقبضنا عليهم هيبقى انتصار للداخليه ان شاء الله يا فندم. بس انا كان ليا طلب عند سعادتك. اتفضل. انا كان نفسي حضرتك تديني الشرف ان انا اقود العمليه دي، وخصوصا ان انا اللي وضع الخطه وعارف مفاتيحها كويس. شوف يا محمد، رغم ان رتبتك صغيره اوعدك لو اداره العمليه توافقت على الخطه انا هديك الفرصه دي. انا متشكر جدا يا فندم، ده جميل عمري ما هنساه لسعادتك. انت بتفكرني بحسام، كان دماغ في رسم الخطط وتنفيذها، وعلى فكرة الخطة دي فيها من روحه. أنا لازم ساعدك. اتفضل. زي ما بقولك كده، قاعد في المحل لا بيا ولا عليا، ولاقيلك المحضر داخل عليا شافط بطنه ومعدي بيقول الست إيمان هانم رفع عليك قضية إنها بتطالب بمراس جوزها. ولا تزعل نفسك يا حبيبي، سيبها تخبط راسها في الحيط وتبقى تقابلني لو طالت مليم واحد. ازاي بس يا عفيفة؟ ده الورقة مكتوب فيها انها بتطالب بالميراث عن طريق حاجة اسمها الوصية الواجبة. بسيطة خالص، روح للمحامي وشوف هيقول لك ايه، واكيد هيلاقي لك الف مخرج. وبعدين يا حبيبي ما انت عارف المحاميين ليهم سككوا. انا قلقان قوي عفيفة، شكلها كده المرة دي مستموتة على حقها هي وبنتها. انت هتشيل الهم ليه قبل اوانه؟ حط في بطنك بطيخة صيفي، المحاكم حبالها طويل، والنوعية اللي زي إيمان دي نفسها قصير، آخرتها هتزهق ومش هتقدر تكمل، وإن أوحت هددها بإيصال الأمان. ماشي يا مرات أخويا، وديني وما أعبد، ده لففك على المحاكم ودوخك السبع دخات، وعرفك إن الله حق، وهتشوفي منير هيعمل معاكي إيه. دلوقتي أنا شرحت لكم الخطة اللي وضعتها مع سيادة اللي ورفعت أخويا. عايز أفكركم تاني إن دياب هيبقى في العملية، يعني لازم نقبض عليه متلبس هو ورجالته. ألو؟ أنا ريهام يا محمد. إزي حضرتك يا فندم؟ كلمتك كذا مرة من موبايلي، ليه ما بتردش عليا؟ ما خدتش بالي معلش. محمد، والله أنا مالي ذنب في موضوع فسخ الخطوبة. بابي هو اللي خد القرار ده لوحده. طب ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين عشان عندي اجتماع؟ طيب يا محمد. حد عنده اي اسئله؟ مرات اخوك على حق يا منير. يعني ايه الكلام ده بقى يا استاذ لطفي؟
يعني من حقها تاخد نصيب جوزها المتوفي من ورث ابوه بما لا يزيد على التلت بمقتضى الوصيه الواجبه. وصيه واجبه؟ والوصيه الواجبه دي تطلع ايه بقى دي ان شاء الله؟ الوصيه دي للاحفاد اللي ابوهم بيموت وجدهم عايش، ولما بيموت الجد بيبقى ليهم حق برضه في الميراث. طيب يعني مفيش اي مخرج تاني يا استاذ لطفي؟ مخرج ايه؟ مقفوله بالضبه والمفتاح. يا دي النيله، يا دي القرف اللي الواحد عايش فيه. جرى ياسي منير، انت اخويا مش ناوي تدفع الايجار المتاخر عليك ولا ايه؟ ادي الصباح الاسود اللي احنا بنقوله، اصطبحنا واصطبح الملك لله. امرني. اصل لقيتك كده اخويا مطنش على الايجار من ساعه الحاج عز الدين الله يرحمه ما مات، قلت اجي لك بنفسي. امرنا حبيبي، انا تحت امرك. الامر لله، بس انا سمعت انك ناوي تغير نشاط المحل وتقلبه كافيه، الكلام ده مظبوط يا منير؟ مالكش فيه، ده محلي وانا حر فيه. لا يا حبيبي مش حر، وما تقدرش تعمل كده قبل ما تاخد موافقه كتابيه مني. عارف ليه يا منير؟ لان انا المالك يا اخويا، ولازم نغير العقد كمان بقيمه ايجاريه اعلى من الاول. حيلك حيلك، ايه كل ده؟ هو كده. طيب خلاص يا سيدي، ما تزعلش نفسك. ايه رايك بقى انا هقلبه قهوه، واعمل اللي انت عاوزه واعلى ما في خيلك اركبه. كده يا منير؟ ايوه كده يا حبيبي. طيب يا حبيبي، ما تبقاش تزعل مني بقى لما ارفع عليك قضيه واكروشك من المحل. سلام. سلام. اكروشك من المحل. استاذ لطفي، بما انك انت راجل محنك في القانون وفاهم في الحاجات الواجبه اللي مش الواجبه دي، الراجل اللي كان واقف هنا ده كلامه مظبوط؟ كلامه كله على حق. جرى يا لطفي؟ لطفي كده حاف من غير استاذ؟ ما انت خلقتني، انت معايا ولا معاه؟ انا محامي وبتكلم بالقانون. يا راجل بلا قانون بلا زفت. قوم قوم توكل على الله، قوم روح مكتبك، يلا اشوف بطلك وعد وامشي من هنا. يلا انت مفيش قدامك غير انك تماين معاهم بدل ما تتهور وتتعور. يعني انت شايف كده؟ انا شايف كده بدل ما تخسر. اخسر ايه؟ ما انت دخلتك عليا خسرتني الجلد والصقت. قلت لك بقى اشفط بطنك وعدي وامشي من هنا بقى. قوم بقى، انا تعبان منك. قوم. حاف من غير غموس؟ غموس على ايه يا حبيبي؟ على الاستشارات القانونيه اللي انا لسه مديها لك دلوقتي. استشارات قانونيه سودا منيله ب60 زفت على دماغي انا وانت. قوم من هنا. يلا قوم، انا مش فاضي. ولعلمك التوابل دي مش هتاخدها ولا البهارات، اتوكل على الله. يلا انا غلطان اللي جيت لك. اتفضل. شبه ربطة التوم اللي متعلقة في البلكونة. جبت لك كل الورق اللي ناقص والورق اللي يثبت حق معتز في ميراث مامته. تمام كده، كل الورق استوفى وموقفنا القانوني بقى ما فيهوش ولا ثغرة. اهلا وسهلا. اهلا ماما. مدام ايمان عميله عندنا في المكتب. اهلا يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. انا اسفه جايه من غير ميعاد. لا ابد، تشرفتي. اتفضلي. مش ده المقدم حسام الهلالي؟ ده حسام اخويا الكبير، انت تعرفيه؟ ده كان زميل معتز جوزي الله يرحمه. معتز؟ ايوه يا طنط. ايه ده؟ انت مرات معتز الضابط صاحب حسام اخويا؟ ايوه. شفتي بقى، انا قلت لك ان انا شفتك قبل كده، احنا جينا فرحك. ايوه صح. يا سبحان الله، الدنيا دي ضيقه قوي. طمنيني عليكي يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ وبنتك عامله ايه؟ انت مش برضو عندك بنت؟ ايوه يا طنط. اسمها ايه يا ايمان؟ اسمها ملك. الله. ملك ما شاء الله، اسم جميل خالص، ربنا يخليها لي. ربنا يخليك يا طنط. طب وحسام عامل ايه دلوقتي؟ يعني الحمد لله راضي بقضاء ربنا. الحمد لله، انا لسه مش فاهمه ازاي ده حصل له. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حسام اتظلم يا ايمان وكان ضحيه للغدر، بس هو لسه عايش وان شاء الله هيخرج من محنته اقوى من الاول، عشان هو على حق ان شاء الله.